الشكل في المرض بيؤثر على الوظيفة. كلمة فشل جراحة سمنة دي أنا حتى كدكتور يعني إيه جراحة سمنة فشل؟ التارجت بتاعنا في كل العمليات هي واحد. سوء اختيار العملية بيلعب دور رئيسي في فشل هذه العملية. طبعا قص الوزن او العملية بتاعتنا تؤثر باي شكل من الاشكال على الجنين؟ لا طبعا. الاستاذ الدكتور احمد ابراهيم استاذ جراحة السمنة بكلية الطب جامعة عين شمس، رئيس مجموعة جراحة السمنة بالقسم المصري لكلية الجراحين الامريكية، سكرتير عام الجمعية المصرية لجراحات السمنة. اهلا بكم. بلا شك السمنة تأثيرها سلبي جدا على قدرة الرجل الجنسية وايضا قدرته الانجابية، وكل كتب وكل الابحاث قالت انه محيط قصر الرجل انما يزيد عن شيء معين بيتناسب تناسبا عكسيا مع قدرته الجنسية. وعلى فكرة برضو وزن الست لما يزيد يؤثر على قدرتها الجنسية. هي ست ليها قدرة جنسية؟ طبعا. ايضا يؤثر على قدرتها الانجابيه ويعمل لها خلل هرموني كبير، وفي الراجل كمان. الخلايا الدهنيه دي عامله زي دايما اشبهها، انا معلش عذرا في التشبيه بس هو يعني من زمان في دماغي كده، دايما اقول ان الخلايا الدهنيه دي يا جماعه عامله زي الكباريه. الكباريه ازاي يعني؟ يبوظ اخلاق اي حد. فيلم ابي فوق الشجر، سيد عبد الحليم حافظ راح اصحابه ودوه الكباريه، ايه اللي حصل له؟ اخلاقه باظت في فيلم ابي فوق الشجر، صح كده؟ هرمون الذكوره يدخل الخلايا الدهنيه ويتحول في الخلايا الدهنيه الى هرمون انوثه، ده مش اخلاقه باظت، ده اخلاقه انقلبت خالص. لكن خلايا دهنيه بنت اللذين، خلايا دهنيه دي خليه التهابيه، خليه مكاره تقدر تحول هرمونات، خليه ما بتسكتش بتبدا تكبر الى ما لا نهايه في الحجم، وايضا تبص تلاقي عندها فرصه انها تخلق حاله من حالات الالتهاب تمهيدا الى ان الكبد بشكل او باخر يؤدي الى كانسر. فهي خلايا زي ما بقول لك كبرهات، كبرهات سيئه، علب ليل من النوع السيء السمعه جدا. ومفيش علب ليل حسنه السمعه، بس الخلايا الدهنيه فظيعه. فمع الرجل تاثيرها سلبي جدا وسيء جدا، ولذلك معظم الناس اللي بتجري تقليل وزنهم بيلاحظوا انهم بداوا يستغنوا عن السلندلافيل اللي هو الماده الفعاله الموجوده في الفياجرا، بيلاحظوا ان هو ادائهم العضلي افضل. والست كمان لما بيقل وزنها بتلاقي نفسها اكثر قابليه واكثر جاذبيه عند جوزها. اوعى ست تفتكر ان وزنها يزيد جوزها يتقبل هذا الحال معها ابدا. نفهم الكلام اكتر واكتر مع ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره واستاذنا ورائد جراحات السمنة الكبير في مصر والوطن العربي استاذنا الاستاذ دكتور احمد ابراهيم. اهلا بك. شبهت انا خلايا الدهنيه بالكباريهات. هو تشبيه جديد الحقيقه، انا اول مره اسمعه، بس هو لما فكرت فيه كده فعلا منطقي. طبعا الخلايا الدهنيه يعني لحد فتره طويله كنا بنعتبرها مجرد مخزن بنخزن فيه الدهون الزائده حياه الجسم. انما انت قلت كمان كلمه جميله، هو يعني حديث الساعه في الاوساط الطبيه العالميه اللي هو انها خليه التهابيه. ودي حاجه مهمه جدا. احنا دلوقتي الدور بتاع الالتهابات مع مرض مع السمنه ومع المشاكل دلوقتي دور يعني مجمع عليه كل العلماء في كل التخصصات اللي علاقه بالسمنه. الخلايا الدهنيه هي مشكله كبيره، ما هياش بتطلع هرمونات كثيره جدا، من اشهر وقت بتطلع هرمون اسمه الليبتين، وده هرمون سيء جدا. ده لما يبدا تنخفض شويه نسبه الدهون داخل الخليه وهي اصلا اوريدي زايده، انما هو الـ 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 الخليه نفسها بروجرام نفسها او سميت نفسها على رقم معين، يبدا يطلع الليبتين، وده هرمون بيعكس نوع انواع باقي حاجه اسمها البيزا ميتابوليك ريت، يعني بيقلل معدل الحرق وبيقلل عمليات ايضيه مهمه جدا في الخليه بحيث انها تبقى تقلل من فقدان الدهون. الخليه الدهنيه خليه مكاره فعلا، انها في اوقات كتير قوي عندها اساليب تتغلب بيها على كل وسائل انقاص الوزن بما فيها الدايت، واحيانا كمان
التدخلات الجراحية، فهي خلية سيئة السمعة. خلية سيئة السمعة. إذا سنذهب مع هذه الخلية سيئة السمعة ونشوف إنها ممكن فعلا تهدم بيوت. تعالوا النهاردة نتكلم عن المعنى ده، يا خبر أبيض، كبرية البيت. كبرية بيت البيت، مفيش حاجة، مفيش راجل يدخل كبرية بيته ويبقى كويس. طب مين هو الكبرية؟ تخيل دنيا. طب إزاي يهدم البيت؟ هنفهم دلوقتي. خلينا نروح للأبيض والأسود والرمادي. أبيض أسود أم رمادي؟ السمنة أصبحت مشكلة مشكلة صحية بين قوسين وبائية. وبقى دي كلمة صعبة قوي في الطب، بس أنا عايز أفهم، هل لو هي صح أفهمها من حضرتك؟ صح. أبيض أبيض. وبائية يعني معدات انتشارها معدات عالية جدا. وإحنا معدية معدية مش بالمعنى الحرفي للكلمة، انما معدية كظروف مجتمع. طبعا احنا كمية الحركة اللي متحركة في المجتمع بتقل مش بتزيد. احنا كمان نوعية الاكل اللي بناكله ده سوء. نسبة الدهون في الاكل بتاعنا مقارنة بعشرين سنة فاتت اعلى، حتى في الحاجات الدليفري، حتى في الحاجات نسبة السعرات الحرارية ان جنرال في الاكل اعلى، وبالتالي في حاجة من الوباء بيجتاح العالم. حتى يا دكتور ايمن، الدول اللي احنا كنا دايما نعتبرها انها محصنه ضد السمنه نتيجه طبيعه الجينات بتاعتهم لا تسمح بالتلامع، زي مثلا جنوب شرق اسيا. دلوقتي احنا كنا بنتكلم دلوقتي على جنوب شرق اسيا، منطقه زي الصين مثلا انها من اقل الدول في العالم في معدلات زياده الوزن. تمام. دلوقتي احنا بنتكلم اول لما نشوف واحد صيني في الافلام بتاعت زمان كنا نشوفهم كلهم، حتى الصين التخين تلاقيه مسار سخريه ويطلع بعد كده بيلعب كاراتيه كويس، بيلعب كونغ فو كويس. مدينه زي شنغهاي مثلا من اكبر مدن الصين كانت نسبه السمنه فيها اقل من 5% من البوبيليشن، اقل من 5%. دلوقتي احنا بنتكلم على 25% من تعداد سكان مدينه شنغهاي عندهم زياده في الوزن. النساء يلجان الان لعمليات جراحات السمنه بشكل اكبر من الرجال. هو مش الان، هو من زمان خلاص، انما اللي انا ملاحظه ابيض. بس انا ملاحظه الحقيقه ان في خلال الفتره الاخيره نسبه المرضى من الرجال اللي عندهم رغبه في انهم يتخلصوا من المشكله دي بتزيد الحقيقه. يعني انا عاوز اقول ان مستوى السمنه في الرجاله والسيدات متقارب قوي. يعني قلنا مثلا ان 56% سيدات 44% رجال، يعني احنا بنتكلم رقم في حدود 50%. بس كان غريب ان عمليات كانت 90% سيدات 10% رجال. معنى كده ان السيدات عندهم دايما الجرأه والرغبه والاستعداد ان هو يخضعوا لتجارب قويه من اجل انقاص الوزن. دايما كنا بننظر للرجاله عندهم لا يرى هذه المشكله قوي. ولا يرى هذه المشكله قوي لان احنا دايما كنا بننظر للرجال على انه ان دي مشكله شكل، وبالتالي الراجل ما يعبوش شكله ويعيبه يعني حاجات تانية، بس جيبه. لكن الراجل ما يعيبوش الا جيبه. لا دلوقتي الحقيقه احنا يعني حتى الرجال نفسهم بداوا يقتنعوا انه لا، الراجل يعيبه مش شكله، صحته. في الاخر زياده الوزن دي ملهاش علاقه بالشكل، دي ليها علاقه اهم من الشكل كمان بالصحه. والصحه بيها فيها الصحه الانجابيه اللي حضرتك بتتكلم عليها، اللي هي فيها الصحه الجنسيه، بيها فيها قدرته على ممارسه حياته الجنسيه بشكل طبيعي. دي كلها حاجات ادت الى ان احنا دلوقتي بنشوف عدد كبيره من الرجال على سي مثلا ان في مضاعفه 3 مرات في عدد المرضى اللي من الرجال في خلال مثلا 5 سنين اللي فاتت. ابحاث وكتب كتبت انه السمنه زياده الوزن تنقص من عمر الانسان. الحقيقه الموضوع ده يعني في الاوساط الاسلاميه، يعني في العالم الاسلامي، هنلاقي الجمله دلوقتي اتقالت مع الكل اجل كتاب، وما تقوليش حاجه تنقص من عمري والى اخره. يعني لا ينقص من عمر الانسان شيء طبعا، لكن المعنى الطبي العلمي هنا ايه؟ الكلام ده ابيض ولا اسود؟ ابيض. بس المعنى العلمي عشان نقربه. طب خلينا نصيغه بصياغه ثانيه شويه. ان المرضى اللي عندهم زياده في الوزن عرضه للمضاعفات تؤدي الى ان هم متوسط اعمارهم بيقل عن متوسط اعمار نفس الناس الموجودين في نفس اليوم بنفس الجينات بتاعتهم، فقط عندهم وزن طبيعي. يبقى بشكل ده لو ردنا لهم القدره على انهم يرجعوا تاني لوزن طبيعي، قد نتفادى ان يحصل لهم مضاعفات تؤدي الى الوفاه تبلغ نسبتها حوالي 7% او ما يعادل حوالي 7 سنين من العمر. يعني لو افترضنا ان اخين مولودين لنفس الاب والام وعايشين في نفس المجتمع وبياكلوا نفس الاكل، واحد فيهم عنده زياده في الوزن والتاني ما عندوش زياده في الوزن. الاحصاءات ببساطه شديده عشان ما نقعدش نقول كلام يعني الناس برضو ايه ما تفهموش قوي، ببساطه شديده متوسط عمر الشخص اللي ما عندوش زياده في الوزن غالبا بيبقى اطول حوالي 7 سنين من متوسط عمر اخوه الموجود في نفس اليوم في نفس البيئه في نفس الظروف العائليه في كل حاجه اللي عنده زياده في الوزن. اوكي. فهو ده المقصود بهذه المعلومه ببساطه يعني.
الأبحاث الحديثة قالت أن زيادة الوزن والسمنة المفرطة أو السمنة حتى لا تأثير سلبي على القدرة الجنسية والإنجابية للرجال. أبيض طبعا. أبيض طبعا. خلاص القدرة الجنسية اللي هو قدرته على ممارسة حياته الجنسية بشكل سليم بشكل يضاف. الانتصاب. الانتصاب والولوج والقذف الثلاثي المشهور. القدرة الإنجابية تتعلق بنوعية السائل المنوي ونوعية الحيوانات المنوية بتطلع، هل هي قادرة على تخصيب البويضة وبالتالي حدوث حمل بدون يعني في وقت زمني معقول. طبعا الاثنين دول أكيد بتأثر فيهم مجموعة من الهرمونات، في حاجات فيها تأثر فيها الحالة الصحية، يعني مثلا العملية الجنسية دي عملية مرهقة جسمانيا وبالتالي كل ما الحالة الصحية أو قدرته على ممارسة الرياضة أو ممارسة الحركة بتقل، كمان قدرته على إنه يقدر يمارس الحالة العملية الجنسية بشكل يعني واقعي ده هيكون أقل. فزيادة الوزن طبعا مشكلة على الاثنين، على الحياة الجنسية للأفراد المصابين بزيادة الوزن وكمان الحالة الإنجابية، لأن الحقيقة احنا لقينا مثلا إن شوهات الحيوانات المنوية أعلى في الناس اللي عندهم زيادة في الوزن. بعض زي ما أنت قلت هرمون الذكورة بيتحول إلى هرمون أنوثة داخل الخلايا الدهنية، وخصوصا مع نسبتها زيادة مثلا عن 25%، وده بيأثر على الحيوانات المنوية، يعني ده مش بيأثر هنا على الانتصاب ولا القذف، بيؤثر أكتر على نوعية السائل المنوي اللي هو المنتج النهائي اللي هو اللي هيبقى قابل إلى إنه يلتحم بالبويضة أو يخسر البويضة عشان يعمل الجنين. كل دي حاجات ليها علاقة بمستوى الدهون في الدم. باختصار هو السمنة عبارة عن تعريفها الحقيقي مش زيادة وزن، أو يعني انا دايما حتى في بعض الطلبه في الكليه دايما احب اسالهم ايه هو تعريف السمنه، ما حدش يقول لي انها وزن اكتر من كذا، لا خالص، السمنه تعريفها الطبي هو زياده نسبه الدهون عن 25% في الرجاله 35% من السيدات، طبعا ده حسب السن، يعني في الرجاله اصغر من 29 عن سن 20 تبقى 20%، السيدات مثلا عن سن 20 تبقى حوالي 31%، عن سن 40 مثلا ممكن تبقى 33%، عن سن 50 تبقى 35%، برضه ليها رينج. انما في الاخر هو زياده نسبه الدهون، وبالتالي لما نسبه الدهون بتزيد ديفنتلي ده انعكاسات سلبيه. السؤال القادم سؤال مهم جدا، السمنه لها تاثير سلبي كبير على قدره المراه على الانجاب نتيجه تاثيرها المباشر على تبويض المراه. ابيض. تمام ابيض. احنا كلنا عارفين ان احد اشهر مشاكل التبويض في مصر اللي هي ما يعرف اسم تكيس المبايض، ده له علاقه مباشره ولينك مباشر بزياده الوزن، وانخفاض الوزن بيؤدي الى ان بيتحسن التبويض. واحنا دايما بنحب ناكد على المعلومه دي يا دكتور ايمن، انه ايفن حتى انت طبعا كنت عارفه ان المرضى اللي هيعملوا السيدات اللي هيعملوا عمليات لانقاص الوزن الحمل ممنوع لفتره معينه، 6 شهور مثلا 9 شهور في التكميم، يعني المثاليه اكثر هي سنه، انما احنا بنقبل احيانا ب 9 شهور، يعني هو احنا مش هنحب الحمل لحين استقرار الوزن. استقرار الوزن ده بيحصل فتره ما بين الشهر السادس للتاسع ل 12 ل 15 18 شهر حسب وزن المريض قبل العمليه، حسب نوع العمليه اتعملت، وبالتالي احنا اول وقت يعني يمكن في السماح بالحمل لمرضى التكميم بالنسبه حتى الاوزان اللي هي 100 كيلو او اراوند 100 كيلو ممكن يبقى 6 شهور، ده المينيمم. تيجي مثلا سيده اقول لها مثلا حضرتك احنا ممنوع الحمل لمده سنه، فبرجاء تقول يا دكتور حاضر، بعدين بعد شهرين ثلاثه تيجي تحمل ما تصدنيش وسيله لي يا دكتور انا بقالي 15 سنه من جوزها ما حصلش حمل. ده احد الحاجات المهمه جدا، الحمل في اول 6 شهور ممنوع بوسيله مش بدون وسيله. انما لو عكس الايه معنى كده ان نقصان الوزن حتى في فتره مبكره كمان بيحسن كمان التبويض وبيخلي فرصه حدوث حمل اعلى شويه. هذهب الى منطقه مهمه في الحوار يمكن يكون فيها المتهم والجانب البريء خاص بمعتقدات بناقلي معتقدات هيتداخل مع الوهم، لكن خلينا نشوف ايه المعاني اللي احنا عايزين نطرحها في المتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ من يقوم باجراء حقن مجهري لمريضه تعاني من سمنه مفرطه؟ مريضه 150 170 كيلو راحت عملوا لها حقن مجهري، هل ده يصنف على انه في راي حضرتك متهم ولا جاني ولا بريء؟ يعني لو ما كانش شرح للمريضه ان زياده الوزن احد الاسباب المتؤدي الى ارتفاع نسبه الفشل في التلقيح الصناعي يبقى متهم.
اللي هو شرح في مريضه بس ظروف من ناحيه ليها علاقات بحاجات اجتماعيه واسريه وضغوط ورغبه ملحه في الانجاب سكي لان هو نسبه لا مش بتبقى زيرو انما اكيد بتقل مع زياده الوزن. من يعتقد ان جراحات السمنه المفرطه تؤثر على فرصه حدوث حمل بعد اجراءها؟ يقولون بعض الناس او يروجون هتعملي عمليه ممكن ما تخلفيش بعد كده، متهم ولا جاني ولا لا؟ طبعا ده جاني او جاني ومش فيش اي منطق. احنا بنخاف العكس حقيقه. ده العكس. العكس تمام. العكس صحيح. من يقول او من يروج ان السمنه تحرم الرجل من حيوان منوي جيد على الاخصاب الطبيعي او حتى في الحقل المجهري. ده اكيد بريء تماما. طبعا. السمنه بتخلي المنتج النهائي اللي هو السائل المنوي والحاجات المنويه اللي فيه ديفنتلي فيها نسبه تشوهات اعلى، حركيه اقل، تشوهات اعلى، كل دي بتخلي نسبه الانجاب اقل. هل ده هرمونا بس يعني تاثير هرموني من تاثر هرمون الذكوره ولا الخلايا الدهنيه الملتهبه المواد الالتهابيه بتؤثر؟ الاثنين انما هو في الاخر نفس الميكانيزم، ان الخلايا الدهنيه يعني تركيز الدهون اعلى وبالتالي هم بتطلع الخلايا الدهنيه بتطلع هرمونات، بالاضافه كمان الى الكونسيبت اللي طالع او اللي هو منتشر قوي او حديث العالم في خلال الخمس سنين اللي فاتوا اللي هو الدور الالتهابي للخلايا الدهنيه اللي بيؤدي الى ان تطلع مواد مضاد يعني مضاد التهابيه بتعمل برضه تغيرات في احيانا ابطل انها بتعمل التهابات في الخصيه. في البروستاتا. وهو ده اللي يخلينا نروح للجزء الثالث باسئله متعلقه باوهام وبرضه اسئله علميه ناس كتير شايفه انها مش للدرجه دي، فهيبقى اكيد موضوع مهم الوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ يقول الناس منطقه مهمه جدا جدا انه السن تؤدي الى الانقاض. الكلام اللي سمعته من ناس كتير ده وهم ولا شك اليقين؟ يعني هسميه وهم. طبعا هو حقيقه الظروف في الناس هيكونوا يعني على دراسه على درايه اكثر من الموضوع مننا، انما في اسباب هرمونيه ممكن تؤدي الى ان يحصل ارتفاع نسبه الاجهاض في الناس اللي عندهم زياده في الوزن او السيدات عندهم زياده في الوزن، بالاضافه الى حاجات ميكانيكيه تتعلق ب سقوط في الرحم او حاجات زي كده، ده ممكن يخلي نسبه الاجهاض اعلى. ولو حتى بشكل غير مباشر يعني حيوان منوي غير جيد يعني الجنين غير جيد مش هيسبب ده اللي هو السقوط اللي في الفتره الاوليه، وده ممكن يكون ينتج من حاجه زي كده. فكره برضو عسل مقصود دم حكيت فيه كوليسترول عالي، حاجات البطن بتاعتنا بقى. وده كل دي حاجات اكيد هتخلي فتره الحمل للناس اللي السيدات اللي عندهم زياده في الوزن حمل عالي الخطوره وارتفاع نسبه الاجهاض او الميسكاريج او حتى الولاده المبكره، كل دي حاجات اكيد هتبقى اعلى في السيدات اللي عندهم زياده في الوزن. السؤال القادم سؤال مهم جدا، ابحاث قالت ان السمنه تلعب دور مهم في احداث توالي الخصيتين اللي هي واحد من الاسباب الشهيره في مصر يعني لمشاكل العقم وتاخر انجاب. يقين؟ طبعا خلاص نسبه الاصابه بالدوالي الخصيتين اعلى في اللي عندهم زياده في الوزن. انما الحقيقه برضو يعني دوالي الخصيتين بيبقى احيانا متهم في معظم اسباب تاخر الانجاب، وده حقيقي ممكن ما يبقاش هو السبب الحقيقي، انما لو هو فعلا الدوالي هي السبب المتؤدي الى تاخر الانجاب وكان الدوالي دي نتيجه خلل في توزيعات الدهون داخل الجسم وارتفاع في ضغط الدم في داخل الترجل في البطن ادى الى ان يحصل الدوالي، طبعا اكيد نزول الوزن هيحسن الموضوع ده. السمنه دايما بقول دايما بقول كل الطرق تؤدي الى روما فيها. السمنه تؤدي الى جميع المشاكل وهي دي المشكله بشكل مباشر وباشكال غير مباشر. ان احنا مش بنتكلم بس على مرض له معالم واضحه، احنا بنتكلم على مرض له الاف من المشاكل. الاخطبوط له الاف الايادي. اخطبوط وكل واحده فيهم مشكله كبيره. يعني هل مثلا مشكله ان يحصل قصور في الشبكيه دي مشكله بسيطه؟ لا. هل ممكن يحصل مشاكل في الكلى؟ ممكن طبعا. فدي حاجات بسيطه؟ لا. وهل مشاكل مشاكل الجلطات سواء كانت في القلب او في الرئتين او في المخ؟ كل دي حاجات نسبتها عاليه كتير في مدى عندهم زياده في الوزن. السؤال القادم سؤال فني جدا. يقولون ان السمنه تلعب دور برضه مهم من ناحيه فنيه قوي، انها بتخلي الادويه اللي بتشتغل على تحسين الخصوبه وتجهيز الست
لفرص الانجاب تبقى غير فعاله بالشكل الجيد لو بتقفل على مستقبلات الادويه. الكلام ده طبعا يقين. يقين. وكمان اقول لك ان اجراءات الادويه اللي علاقه بالوزن وبس احنا بنعتبر مقياس تاني اسمه لين اللي هو الوزن معادله كده ما بين الوزن الحقيقي للمريض والوزن المفترض عليه. الوزن المفترض زائد ثلث الفرق ما بين الوزن. المعادلات الحسابيه دي بتشير يعني بصرف النظر عن تعقيداتها انها بتشير الى ان ديجري بتاع زياده الوزن ليها تاثير كمان في انتشار الدواء داخل الجسم نفسه. وبالتالي المعلومه دي طبعا هتمس الادويه بتاعت الخصوبه لكن هتمس عامه الادويه بصفه عامه. السؤال القادم هام جدا. السمنه وتكاثر المبايض. السمنه وتكاثر المبايض وجهين لعمله واحده. ده حقيقي. في برضه تاخر الانجاب دور مهم لتكاثر المبايض. للاسف من اشهر من اواسب الاكثر انتشارا لتاخر انجاب للسيدات في مصر. تمام. واحنا بنتكلم عن حاجه تخصنا احنا بقى خلاص طبعا تخص العالم كله بس احنا كمان بالاساس تكاثر المبايض هي اكبر مشكله بتعيق الانجاب في مصر في السيدات اللي عندهم زياده في الوزن. تكاثر المبايض له علاقه مباشره بزياده الوزن. تحسن الوزن اجمالا بيؤدي الى ان كمان بيبدا تحسن في التبويض تاني. فدي لينك مباشره وصريحه. يمكن في لينكس ثانيه بتبقى مش بالوضوح بتاع تكاثر المبايض. كل ما اتمناه انه وان كانت جراحه السمنه تجلس في مثلا الجزء الخلفي من الصاله انا عايز الكرسي الامامي اللي هو التخصص المباشر يكون يلف نفسه كده ويواجه جراح السمنه يبقى فيه تعاون يبقى فيه كوميونيكيشن وده هيحصل في صالح المرض. يعني صحيح هو مش حاصل لحد دلوقتي انما هيحصل لانه في الاخر لا صح الا الصحيح والعالم كله بدا يمشي في هذه السكه وبالتالي حتى لو ما زالت لسه الامور لسه في مصر ما اتضحتش قوي بالشكل ده انما انا اعتقد ان المستوى هيكون ليه مزيد من التعاون والانتجريشن. يعني اعتقد ان هو ما فيش خيار غير التعاون. اذا اردتم ان تستمعوا لاقوى وارقى انواع الحوارات في هذا المجال واكثرها دقه وتخصصا اردتم ان تستفيدوا من علم دقيق فضيفي العزيز اعتقد انه يعني يستطيع ان يقوم بهذه المهمه على اقصر من او على افضل وجه ممكن. يعني شرف كبير وجودك معنا وانا على المستوى الشخصي ببقى حاسس ان ليس هناك افق واضح ولا محدود لحوارنا. سننطلق الى اكثر من منطقه بلا ادنى تخوف من انه مشاهدين الناس الحلوه مش هيستوعبوا. ناس بتفهم وانا بسالهم بقول لهم كل ما بقابل حد يقول اتفرج بيسالوا سؤال واضح جدا وبلهفه مش سؤال دايناميكي اللي هو سؤال يعني اللي بيسموه سؤال استراتيجي بيقول له انت بتفهم احنا بنقول ايه؟ يقول لي اه بفهم. اقول له انت بتفهم كويس في حته غامض عليك في كل الفروع يقول لي اه بفهم. هي هنا بتبقى لحظه السعاده الحقيقيه في حياتنا. ده اكيد طبعا. بتنورنا وبنسعد واحنا بنسعد معانا شرف كبير لينا القيمه العلبيه الكبيره استاذنا الاستاذ الدكتور احمد ابراهيم كان ضيفنا في الناس الحلوه. خليكم دايما معانا. بص على شكل وشك تحس ان في ريفرس سمايل لاين. يعني ايه ريفرس سمايل لاين؟ يعني شكل الابتسامه معكوس. تبص على الاسنان، الاسنان كلها كامله كامله مفيش حاجه ناقصه. مجال تجميل الاسنان واخد حيز من الانفاق اكتر من اقسام علاج الجذور وعلاج اللثه والجيوب الانفيه ومشاكلها. احنا دايما بنقول كده بنجري ورا التكنولوجيا بشكل مرعب. طالما فقدت سنه منذ فتره طويله او اعاده هذا المنطقه الى الحياه مره اخرى الامر مستحيل. فوجئت عملنا له اشعه مقطعيه عنده اوتوجينيك كراتوسيست كيس دهني. تلتين السن العلوي في الاسنان الاماميه مفقود نتيجه الطحن والتآكل. تبتدي انك تريكونستراكت او تعيد بناء الاسنان كلها. المنظومه الطبيه التي فرضت عليها طريقه التجميل متهمه امجاني امبريكا. الدكاتره كتير في اول حياتهم ما عندوش الجراءه ان يقول المريض ده ما ينفعش. قلت لهم انا لو ما قدرتش اقدم حاجه جديده مش هطلع على الشاشه تاني.